السلام عليكم، مرحبا بكم الى مطبخ يمنا. وصفتنا لهذا اليوم هي لا كريم باتيسيير بمقادير جد مضبوطه، النتيجه تكون جد رائعه. نخليكم مباشره تتبعوا معي المقادير وكيفيه التحضير. نحتاج الى كاس تاع حليب، هذا الكاس تاعي في 250 مليليتر، زوج مغارف كبار تاع السكر عادي، ساشي فانيلا، مغرفه فارينة، وحبه بيض. اذا نبدا على بركه الله، نجيب وين كاس خول نحطو فيها الكاس تاع الحليب، نحطوه على النار ونخليه يسخن. ما لازمش نخليه حتى يتغلى، لان كي يبدا يسخن نحيه. نجيبو ان سالادي نحطو فيه السكر، نزيد عليه لو ساشي تاع لو سكر فاني، نزيد عليهم الحبه تاع البيض، ونخلط كلش مع بعض. نزيد عليهم المغرفة تاع الفارينة ونزيد نخلط. نجيبو الحليب السخون ونزيدو على الخليط غير بشوية، ونخلط في نفس الوقت جيدا باش ما يطيب لناش البيض. بهذه الطريقة ما نحطوش كامل الكمية على خطرة، نزيدوها غير بشوية. نحطو غير نصف الكمية تاع الحليب، والنصف التاني نخليه في الكاسرونة. بعد ما حطينا نصف الكمية تاع الحليب نتحصلوا على هاد الخليط، نجيبو لكاسرول تاعنا ونزيد نعاود نحط فيه الخليط كامل مع الحليب المتبقي، ونخلطهم جيدا ونحطهم على النار، ونبقى نخلط باش مديرناش الحبيبات. النار تاعنا تكون متوسطة ونحرك دائما جيدا بهذا الشكل حتى يتقل معنا الخليط. ما قطعتش التصوير باش تشوفوا كامل المراحل.
راكم تشوفوا الخليط تاعنا بدا يتقال. نخلطوا دائما كي يبدا يدير فقاعات بهذا الشكل. نطفو عليه مباشرة ونحيه على النار وتكون لاكريم تاعنا واجدة. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه. نحطوها في إناء وتكون واجدة للاستعمال. نقدروا نستعملوها مباشرة ولا نحتفظوا بها في الثلاجة. إذا نغطوها جيدا باش ما يدخلهاش الهواء وما ديرناش القشرة بالفوق. هذه الطريقة إذا نحكموها في الماليمونتير ونديروه على كامل لاكريم تاعنا بهذا الشكل. وصفة تجي ناجحة 100%. هاد لاكريم باتيسيير نقدر نستعملوها بزاف من الوصفات مثل لي ميلفوي، لي تارتلات، لي بريوش. نتمنى تعجبكم هاد الوصفة وتجربوها وتنجح لكم ان شاء الله. وصلنا لنهاية فيديو تاع اليوم. اذا عجبكم خلوا لي جيم واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. خليكم في رعاية الله وحفظه. الى فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. الى الملتقى.